الأغنية. عندنا تقرير كاميرا سيدات يعني ساتي نزلت صورت فعاليات مؤتمر عن أهمية ودور الفن في التوعية بتنظيم الأسرة، وده بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدأ مع حضراتكم حوارنا مع الزميل الصحفي والإعلامي الأستاذ مجدي الجلاد. النهارده المؤتمر الثاني للبحوث الطلابيه في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، يعني الطلبه محضرين ابحاث، الابحاث اتناقشت مواضيع كتير، بس يمكن اكتر موضوع اتكلمنا عليه كان تنظيم الاسره، لان انت عارفه مشكله الزياده السكانيه من اخطر المشاكل اللي بتواجه مصر، وكنا حريصين ان احنا يكون موجود معانا النهارده حتى الفن، كان موجود معانا الفنانه الجميله دارين حداد. يمكن بقول دايما ان الفن مؤثر جدا، افقر بيت في مصر في تلفزيون، ولغايه دلوقتي احنا كلنا فاكرين اعلانات القديره كريمه مختار لما كانت بتقول لك اوعي شابه تنسي الحبه، وبنتكلم على محلول معالجه الجفاف وادي ظهرك للترعه، يعني كل الاعلانات دي احنا لغايه دلوقتي فاكرينها كانت بتتكلم عن قضايا طبيه وصحيه. فيمكن نقول دايما ان احنا لازم الفن والاعلام ليه دور مهم جدا، ونقول ان القوه الناعمه الناس بتصدقهم، والهدف منه ان الطالب يقدر ينمي من قدرته ان هو يعمل بحث علمي على اساس ان الطالب الطب هو باحث المستقبل، وبالتالي يقدر ينفع المجتمع بتاعه بنتائج الابحاث اللي بيعملها، ويقدر يكون عنده القدره والخبره الكافيه ان هو يقدر ينشر ابحاثه بعد كده في محليا ودوليا. احنا طبعا عندنا مشكله بالنسبه للاوفر بوبيليشن، عددنا زياده قوي اليومين دول، ولو استمرينا بنفس معدل الانجاب والخصوبه هنروح في كارثه. ان احنا ناخد راي بعض المثقفين او الفنانين في وجهه نظرهم بتضيف جزء من الحاجه اللطيفه للطب او للعلم اللي احنا بندرسه. انا بالنسبه لي تنظيم الاسره عملتها بفكره ثانيه خالص. ايه السبب اللي بيخلينا الاسره مش منظمه؟ ايه اللي سبب الاسباب؟ ايه اسبابه؟ ايه الحاجات اللي بتوصل للموضوع ده؟ انا شايفه انه في جهل، في نسبه طبعا مش كل العالم، نسبه فيها جهل، الجهل ده بيجي من الارهاب، من المشاكل، من الحياه العامه. الرسالة الإعلامية لازم تكون واضحة، والإعلام حاجة مهمة جدا، والفن حاجة مهمة جدا وحاجة راقية، ولازم نكون نستغل ده في توعية الناس. مهم جدا لسببين. أول سبب فكرة الفنان أو الفنانة عموما شيزا بوبيلر، يعني هي شخصية معروفة، فهتلاقي عندها يعني جماهير كتير، فأي كلمة هتقولها هتبقى متصدقة، أو اتليست يعني هتلاقي دعم منها كبير، عكس لما ممكن واحد انون او مش معروف زي يطلع يتكلم، مش هتلاقي من اللي قدامك قابليه. عكس الفن طبعا، الفن رساله بتوصل حاجات احنا ممكن نوصلها اندايركت عن طريقها. فاحنا لما نيجي نناقش مشكله عن طريق الفن فهتوصل لاكبر كميه من الناس، فالناس هتتوعى وهتعرف المشكله دي اكتر من اي حاجه تانيه.